طيب البتنجان هعمل بابا غنوج. بابا غنوج بالزبادي انا بعملها بالطحينه. في البعض بيحط زبادي وبعض بيحط بالطحينه والثوم، يعني ما جربتهاش بصراحه بالزبادي قبل كده. لا انا حطيت ليه زبادي المره دي بمناسبه السحور، يعني يعتبر ده كمان طبق سحور في وجود الزبادي فيه، فانا بدعمه لبابا غنوج. ممكن يتعمل من غير زبادي. بابا غنوج تعرفي تعمليه ازاي؟ بابا غنوج اعرف اعمله ازاي؟ عايزين ثوم اهو، انا بعمله بالطحينه بس انا شايفك جايب زبادي. هنا زبادي، حط فكري حط الزبادي كده في الشوكه، في ثوم اجيب لك ثوم والملح والفلفل، والملح والفلفل والكمون وكمون اساسي مع الفلفل، ساعات بحط عليها ليمون اصلا، وعصير ليمون موجود عندنا موجود. اتفضلي خدي راحتك بقى في الايه، في موضوع بابا غنوج ده. وانا المقادير دي بقى بحطها ايه؟ بتدوق. انا ما بحبش بالتقيد، بيقول لك ربع كوبايه. لا لا بتدوق وتشوف، عايز تزود ليمون اكتر، تزود ملح اكتر. طيب تمام، إيه انا بعمل كده بصراحه، انا بحب فيها الليمون والخل. وكمان الشوربه خلصت ازاي؟ استفدت بميه المكرونه استاذه ليلى، استفدت بميه المكرونه في عمل الشوربه. تنفع للشوربه بس خلي بالك انا حاطط ملح، فانا يبقى في كنترول في الملح. الساده المشاهدين، الملح اللي في ميه المكرونه، التركايه دي مهمه جدا. انا سلقت مكرونه في الميه دي، خدت من شويه من الميه دي شويه، عملت بيهم صوص الدجاج او صوص المكرونه بالكريمه، هي نفس الميه، نفس ميه سلق المكرونه بملحها بزيتها كل حاجه، اخدتها واستعنت بيها في عمل شوربه الطماطم. ده مش غلط، ده صح، بس الخطا في انك انت تحطي ملح تاني زياده، وعندك انت حاطه ملح في سلق المكرونه، فتغلطي غلطتين، فدي مهمه جدا تعملي كنترول على الملح. معايا يا استاذه ليلى في الموضوع؟ معاك. هنحط زبادي مع البابا غنوج؟ فكري احط زبادي. هحط زبادي، هجربها. هجربها طحينة. بالزبادي. انا حطيت شويه طحينه بس انا زي ما بحط تدريجيا كده واشوف مش يعني اللي محتاج احطه اكتر. حلو زي الفل، تمام. بس احنا بدلنا الدنيا هنا كده. مش مشكله. حط شويه بقدونس كمان ناعمين. طبعا لازم البقدونس بيفرق في الطعم كمان. ممكن نحط كمان حبه حلوه. البقدونس مهم جدا في السلطه، ده وفي حاجات كتير هو بيدي طعم للحاجه دايما. ممكن نغرفه هنا بس ممكن لا نزود بقى شويه هنا طحينه كمان، ولا لو انا هعملها كده بزود الزبادي اكتر ولا الطحينه؟ براحتك، يعني انا عايزك تعمليه براحتك انت خالص، طلعي خبرتك في عمل. عشان كده في حاجات بتتعمل بعد الفطار عشان تعرف تدوق وتسيبها ثاني يوم. بعد الفطار انا شخصيا احب الاول اخد التمر والعصير واصلي المغرب. حضرتك انت بنفس الموضوع مثلا تفطري بعد صلاه المغرب ولا على طول؟ لا انا بفطر على الفطار مره واحده. انا بقعد على الفطار مره واحده. انا بحب البتنجان في اي حاجه، سلطه بابا غنوج احبها، غير ان الميزه فيه ان انت لو فعلا اتزنقت في حاجه ممكن تعمل الوجبه دي، ما بتاخدش وقت سريع. بتاخد وقت قليل قوي في عمايلها، فدي بصراحه بتبقى ميزه لو انت الوقت اللي معاك قليل او محتار تعمل ايه، ودي حاجه ما فيش حد هيرفض ان هو ياكل. ليلى لو دخلت المطبخ تعمل الاكل ده في التايم بتاعنا ده اللي هو اللي احنا بدانا من ساعه ما بدانا الحلقه، يعني ممكن اخد نصايه ازيد شويه، نص ساعة يعني، نص ساعة زيادة عن كده. لأن الحاجة أصلها كانت متقطعة يا شيف، يعني لسه كنت هقطع بقى الفراخ، وفي حاجات كده بتبقى محتاجة تجهيز قبلها. شفت البرزنتيشن ده؟ دي بابريكا ولا دي شطة؟ بابريكا هادية خالص. اوكي. وكركم؟ لا مش كركم، هو بس ده كده بالشكل ده كده. طبق شكله بيضحك ازاي؟ أنا دايماً بقول طبق السلطة لوحة فنية